السلام عليكم مشاهدينا. أجواء معتدلة ودرجات حرارة معتدلة، أجواء مستقرة لنهار اليوم، درجات حرارة متفاوتة حاليا ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد، وعبور لبعض السحب المتفرقة أيضا متوقع خلال ال 24 ساعة القادمة. الأجواء حاليا على مدينة الكويت رياح شمالية غربية سرعتها 12 كيلومتر بالساعة، بعض السحب العالية حاليا على مدينة الكويت 20 درجة مئوية، درجة الحرارة حاليا وحول 30% رطوبة نسبية، ورؤية أفقية ممتازة 10 كيلومتر. أجواء باردة منتصف هذه الليلة، واستمرار رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر بالساعة، سماء خالية من السحب. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة متفاوتة ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية على المناطق البرية، 12 درجة مئوية على مدينة الكويت، تراوح ما بين 12 إلى 16 درجة مئوية على السواحل والجزر. أجواء تميل أو باردة خلال ساعات الصباح الأولى، وأيضا استمرار رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية صباح الغد من 6 إلى 26 كيلومتر بالساعة، وعبور لبعض السحب المتفرقة. متوقع أجواء غائمة جزئيا مع منتصف نهار الغد. أما درجات الحرارة الساعة السادسة صباحا فوتة ما بين 7 درجات إلى 9 درجات على المناطق البرية، 11 درجة مئوية على مدينة الكويت، ومن 9 إلى 14 درجة مئوية على السواحل والجزر. أجواء غائمة جزئيا وفرص لأمطار خفيفة متفرقة متوقعينها منتصف نهار الغد على بعض المناطق، واستمرار رياح شمالية الغربية معنا من سرعتها من 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة، ودرجات حرارة الساعة الثالثة عصرا متفاوتة ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية. أجواء تميل إلى الدفء خاصة على المناطق البرية، و 22 درجة مئوية على مدينة الكويت، متفاوتة ما بين 18 إلى 21 على السواحل والجزر. أجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج يبلغ ما بين 1 إلى 4 أقدام. موعد أذان الفجر الساعة 5:18 دقيقة 6:41 موعد شروق الشمس وغروب الشمس بمشيئة الله الساعة 5:21 دقيقة. أما الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، استمرار الرياح الشمالية الغربية معنا خلال 5 أيام، فرص لأمطار متفرقة خفيفة يوم الأربعاء مع 21 درجة مئوية لأعلى حرارة، 11 درجة مئوية لأدنى حرارة على مدينة الكويت من 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة سرعة الرياح الشمالية الغربية اللي استمر معنا يوم الخميس والجمعة، متوقع أنها تنشط على فترات، فرص لبعض الغبار المثار يوم الخميس على المناطق البرية، أقصى سرعة للرياح متفاوتة ما بين 42 إلى 38 كيلومتر بالساعة يوم الخميس والجمعة، وأجواء غائمة جزئيا مع درجات حرارة من 20 إلى 19 لأعلى حرارة، ومن 10 إلى 9 درجات لأدنى حرارة. تنخفض معنا درجات الحرارة مشاهدينا يوم السبت والأحد، استمرار الرياح الشمالية الغربية أيضا معنا، 18 درجة متوقعة كأعلى حرارة على مدينة الكويت، و7 درجات مئوية كأدنى حرارة، متوقع أنها تفاوت ما بين 3 إلى 6 درجات على المناطق البرية، ورياح شمالية غربية سرعتها من 8 إلى 35 كيلومتر بالساعة، وأجواء مشمسة معظم الوقت. تنتهي نشرتنا الجوية، عودة للزملاء بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.